السلام عليكم محمد حبيب معاكم. ازاي نقدم الاقرار الصفري لشهر مايو؟ نخش على السايت ونخش على المنيو ساين ان، نكتب اليوزر نيم والباسورد ونعمل تسجيل الدخول. دي اول حاجه. نخش على مصلحه القيمه المضافه، نخش على المنيو اللي فوق ونختار ضريبه القيمه المضافه، نخش عليها ونختار نموذج 10 اللي قدامنا ده. دوس على نموذج 10 في الارشادات، وتحت بنكتب الفتره. لو انت بتستخدم موبايل لازم تقلب الموبايل بالعرض، عشان كده لو ما قلبتوش مش هتعرف تكتبها، لكن لو على الكمبيوتر هتظهر عادي. وبنكتب شهر 5 2021، يبقى 05 2021 اللي هو شهر مايو 2021. وطبعا زي ما انتم شايفين الشهر الاول وبعد كده السنة، وبيتكتب تحت اهوت، وبندوس دن عشان نكمل الخطوة اللي بعد كده. بندوس على السهم اللي تحت اللي هو تحت دن، في سهم تحت بندوس عليه. بندوس على السهم بيفتح لنا الصفحة بتاعت ضريبة الجدول والقيمة المضافة. بنختار نوع الإقرار، شايفين أول فوق حاجة ديت، بندوس عليها بيدينا اختيارات، بندوس على آخر اختيار اللي هو الإقرار الصفري، هو ده. ندوس على الإقرار الصفري، وبعد كده بننزل عند زي ما انتم شايفين ضريبة القيمة المضافة، بننزل جواها تحت بنلاقي نكتب بياناتنا اللي هو الاسم الرباعي ورقم البطاقة. زي ما انتم شايفين اهوت الاسم محمود شوقي محمد حبيب، بنكتب الاسم الرباعي وبنكتب رقم البطاقه بتاعتنا. طبعا بنقلب التليفون برضو بالعرض تاني عشان نقدر نكتب، لكن لو بتشتغل من على الكمبيوتر مش محتاج تعمل كده. فانا قلبت الموبايل زي ما انتم شايفين اهوت، وبكتب الاسم وبكتب رقم البطاقه، ولو تمام بقول حفظ الاقرار. بيقول انت متأكد من حفظ البيانات؟ بقول له اه متأكد، انا رجعت مفيش مشاكل. وبعد كده بقول له ارسال الاقرار. بيقول انت متأكد من الارسال؟ بقول له برضو اه. خلاص كده انا حفظت الاقرار الصفري وبعت الاقرار الصفري. ممكن اطلع اشيك بعرض الاقرارات، وكده كده بيجي لك ايميل على الايميل المسجل بيقول لك انك شكرا على بعت الاقرار. فانا بخش ادوس على المنيو وبنزل على القيمة المضافة، وانزل على عرض الاقرارات بدوس عليها عشان يفتحها لي، وبكتب الفترة الضريبية. جالي ايميل فعلا اهوت، بدوس عليه بيقول مصلحة الضرائب بتشكرك على بعت الايميل. كده انا تمام، فمش محتاج اخش اشوف الفترة، بس ممكن تشوفها من هنا. شكرا.